لا تؤذني بصدقتك. هذا الموضوع يهم كثيرا الذين يتصدقون في سبيل الله، وكلكم هذا الرجل، الذين يحبون أن يقدموا معروفا. لذلك عنوان هذه الحلقة لا تؤذني بصدقتك، لأولئك الذين يسعون بأن يحصلوا على الصدقة مليئة بالحسنات لا يشوبها أي شائبة. حين تتحول الصدقة إلى إساءة، ماذا نعني بذلك؟ بعض الإخوة جزاهم الله خيرا يقدمون صدقات للآخرين، لكنهم لا ينتبهون في بعض الأحيان إلى أن هذه الصدقة ربما تكون أشد إساءة من الفقر ذاته، أشد إساءة من الحاجة ومن العوز ذاته. كيف ذلك؟ إذا قدمت هذه الصدقة ولم تراعي شروطا معينة، فستتحول هذه الصدقة إلى إساءة. تعالوا نستعرض كيف ذلك. أولا، صدقة العلن أحيانا إساءة في بعض الأحيان. من صور هذه الإساءات أن يقدم أحدهم هذه الصدقة علنا أمام الناس للفقير المحتاج، يقول له خذ هذا المبلغ استعن به أنت وأولادك. أعطاه المال صحيح، لكنه أخذ منه كرامته، أخذ منه ماء وجهه، أخذ منه احترامه بين الناس. هذا الفقير ربما يكون في وضع حرج جدا وهو محتاج للمال، لكن هذه الحاجة مؤقتة، كبعض أولئك المهجرين اللاجئين الغارمين، أو من يكون مضطر لعملية جراحية له لأولاده. هذا الوضع ليس مستمرا لأي إنسان، فدوام الحال من المحال. فإذا ما أعطيته الآن علنا ربما سيتحسن وضعه فيما بعد، لكن الناس لن ينسوا هذا الموقف، بأنه كان يأخذ الصدقات من الناس يوما وكان يتقبل هذه العطاءات أمام الناس. أشد من ذلك إذا كانت الصدقة لامرأة أرملة أو مسكينة أو يتيمة، كيف نعطيها أمام الناس ونجرح كرامتها بإعطائها هذه الصدقة علنا؟ نتحدث على أن القرآن شجع صدقة العلن، لكن بشروط. بعض الإخوة ربما يقول الآن إن القرآن فصل في الصدقات وقال أنه يمكن أن تكون الصدقة علنا، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فبناء على ذلك تستطيع أن تبدي الصدقة أو تخفيها. أقول نعم، القرآن ذكر صفة العلن، لكن حتى نكون واضحين علينا أن نعرف أن هناك صدقة في العلن، لكن لها شروط. منها أن تكون تشجيعا للآخرين، منها أن لا تكون رياء وأن لا تكون أذى. لذلك نقول صدقة العلن تناسب المؤسسات وليس الأفراد. الذين يتصدقون في العلن هم أولئك الذين يتصدقون لحملات التبرع التي تجمع الصدقات والتبرعات لجهة معينة كجمعية أو مشروع خيري، يعني لأناس غير محددين. هذا هو الفارق. لبناء مشروع للأيتام، للمساكين، للفقراء، لبناء مسجد. هنا عندما تتصدق تشجع الآخرين على الصدقة، لن يتأذى أحد، لأن مرادك من الصدقة هو تشجيع الآخرين على فعل الخير وتكثير الخير، وهنا الصدقات واجبة في العلن. أما عندما تكون الصدقة لأناس محددين، فيجب أولا أن تحفظ كرامتهم، فالصدقة تسهم برد الاعتبار وتثبيت الكرامة، فالفقير يخاف على كرامته مثلك تماما، ويخاف أن تهتز إذا نقص المال بين يديه. وعندما يلجأ لسؤال الناس فإن هذا السؤال ينقص الكثير من كرامته واستقراره. فإن أردت الثواب الأكبر فعليك أن تتصدق سرا وتحفظ على الفقير كرامته، لأن الصدقة في الأصل إنما شرعت لحفظ كرامة الفقير وصيانة وجهه عن ذل السؤال. الأفضل أن تجعل الصدقة سرا وعن طريق غيرك. إذا أردت أن تتحرى أكثر في اجتناب الإساءة للفقير، وأنا أقول إساءة لأن الفقير يأخذها مضطرا، هذه اللحظة لن ينساها في نفسه ولن ينساها طيلة حياته. لتجتنب هذه الإساءة اجعل هذه الصدقة سرا عن طريق غيرك. وهذه هي النصيحة من خلال هذه الحلقة، وذلك حتى لا تقع مما حذر الله منه في 3 آيات في سورة البقرة. قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال أيضا: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. إذن علينا بالصدقة السر، وأن تكون عن طريق غيرنا، فهذا أبرك وأكثر ثوابا إذا ما أردنا الحسنات أن تزداد. مالكم حلال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.